السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. تحياتي لكم، وياكم أخوكم محمد. بهذا الفيديو راح نستعرض لكم تحديث الاندرويد 10 والإي أم يو آي 10 الجهاز الهواوي نوفا 5T. طبعا بعد ما تحملت التحديث من السوفتوير أبديت وتشيك عليه ويطلع لك التحديث وتحمله، انتظر هذا يتحمل هنا 100. طبعا هو تقريبا 5 جيجا مثل ما تشوفون هنا. الامر اللي شوية يطول وحقيقة نطول وياي فترة، حاب اراويكم قبل ما نحدث، حاب اراويكم قوائم الاعدادات مثلا، شريط الاشعارات، هاي الاعدادات. الان اذا حدثنا وهذا سوي تشيكينج، يعني هنا أنا احدث نسخة راح يعطينا اياها، هي هاي النسخة. راح نقول له انستول ناو، هنا نقول اند يوزر ليست، واحنا نقول له اجري. حاليا دي نصب التحديث اللي هو تحديث الاندرويد 10. طبعا اصدقائي اذا صارت فتكم مثل هاي المشكلة، فرستوا الجهاز يعني ريستارت سووا له وكان الله يحبهم حسين تنتهي المشكلة، تحدثون الجهاز بصورة طبيعية. احاول اطفي الجهاز وشغله. سوي له ريستارت. هنا انا مثل ما شفتوا هاي مشكله، تسوي ريستارت للجهاز وصار تمام. الان هو دي يحمل التحديث. حاليا هو بالنظام، وحاليا اي ام يو اي دي يحمل، يعني حاليا صفر مثل ما تشوفون هنا، ودي يتحقق من الباكج اللي هي من مال ابديت. هاد يفتر مثل ما تشوفون وصل 0%، ودا ننتظر حاليا. طبعا لان التحديثات يعني دائما المطورين يخلون بها اشياء ويحلون اشياء مسبقه صار كانت، وتكون تقدم تجربه افضل مما كان عليه. حاليا مثل ما تشوفون دا يتقدم التحديث، حاليا وصل 15%. من اهم المزايا اللي راح نشوفها بهذا الاي ام يو اي الجديد او التحديث الجديد هو دارك ثيم، واللي هو يخلي الجهاز كله بالنمط المظلم او النمط الليلي، واللي هو يساعدك على الحفاظ على معدل استخدام البطارية وما تنفذ بسرعة، وايضا يعطي جمالية وشكل احلى. تقريبا وصل للنص هسه، تقريبا حاليا وصل لثلاث ارباع. مثل بعد تشوفون كمل التحديث، وهسه الصور حيرسل الجهاز. هنا يعني تشوفون اوبتمايزنج اب، الان خلص وفتح. خلينا نشوف، دخل الباسورد تمام. هسه خلص التحديث، هنا يقول هاي سيرش وذر سيرفيس انيبل اول هاند. اوكي هاي نكمل نقول فينيش تمام. هذا هو النظام، بكل القوائم مثل ما تشوفون اختلف. واذا اذا نجي اباوت فون فراح نشوف انه الاندرويد 10 والاي ام يو اي فيرجن ايضا 10. سوفت وير ابديت، هنشوف انه وير سوفت وير از اب تو ديت، بمعنى انه احنا اخر اصدار عندنا هو الاصدار. ومثل ما تشوفون هنا شكل القوائم اختلف، وايضا الانيميشن تحسن بهوايه، وهنا هاي القائمه اختلفت بشكل كلي. خلينا نشوف اذا اكو كان دارك مود، ندخل على الدارك مود. هذا الدارك مود فعله، ومثل ما تشوفون الجهاز صار بوضع الدارك مود، واللي هو موضع احلى بهوايه من الوضع العادي، من الوضع الابيض. انا يعني بوجهه نظري الشخصيه، طبعا مثل ما تلاحظون الانيميشن تحسن بفارق كلش كبير عن ما كان، وهذا يرجع للاندرويد 10 مثل ما تعرفون. حتى هذا هنا اعلانات جوجل ايضا صارت بالدارك مود، وجهاز صار تحسه بسلاسة اكثر من ما كان عليه. شوف تطبيق الكاميرا
مختلفة عن التطبيق الكامل. أيضا يختلف إذا تحابين أسوي لكم شرح عنه كامل، اكتبوا لنا بالتعليقات. وصلنا نهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.